الطريق إلى صيدنايا ومعلول التي كان يسلكها المؤمنون تحولت اليوم طريق أشباح. في السماء حتى نار وسواد يختصر كل مأساة الشعب السوري. الوصول إلى صيدنايا أشبه بمغامرة، حتى التجول في منازل صيدنايا المطلة على بلدة رانكوس التي يسيطر عليها المعارضة السورية خطير جدا. يلا طكر. بس خليني عندي معي صار. أين الدولة؟ تقريبا رانكوس هون 85% مدني مافيا. إنارة البيوت هاي بيطفوها بالنهار بيشغلوها بالليل مشان يبين إنه في مدنية. نحن راصدينها، عنا نواظر مناظير على المنطقة راصدينا فيها. تجمعات وتحركات 24 ساعة للمسلح. عم نتعامل معه. تحرك المسلح عم نحاول إنه نتجنب المدنية والضيعة والأبنية، نتعامل معه وقت نطلع خارج الضيعة. دير الشيروبين أعلى أديرة صيدنايا يتعرض لهجمات من مجموعات معارضة في رانكوس بحسب ما تشرح اللجان الموالية للنظام. في دمار صاير على اليمين من فترة الأسبوع، في دمار صاير على اليمين لأنه وصل صاروخ. في محاولات للهجوم على الدير يوميا وأوقات باليوم مرتين، بس نحن موجودين هون للدفاع عن الدير والحمد لله عم نقدر نرد عنه ونتحرن وروحنا في الدير. البلدة تشهد اشتباكات مستمرة وطرقاتها معرضة دائما للقنص. قنص بيجيك من جانب اليمين، من هون أكتر شيء قنص من جانب اليمين. هلا هني بيتواجدوا تحت هني في هذه المناطق، بس تحتنا شوي، ولكن بحيث انك بس بلحظة ما بدك تقطع هذا الطريق. شايف هذا الزفت هذا بس مكنوس. اسمع مع الحيط، خليك معي مع الحيط هون بس. يلا الطريق اللي من تحت تطلع على هيك تحت فيه. هذه قصة من ألف قصة تحكي مأساة الشعب السوري الدامية. بشكل يومي عم بصير تسبب من هون اختراقات. امبارح تعاملنا مع ضربنا من سيارة.